السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم من الفيديوهات اللي تعجبوكم واللي تلقاو تفاعل، هو فيديو الروتينات او فيديو اليوم الكامل. الفيديو ديال اليوم غادي نبداوه من الاول حتى الاخر. اليوم هو نهايه الاسبوع، يعني اليوم السبت، فغادي تدوزوا معايا النهار كامل. ما عندنا حتى حاجه في البروغرام، لا شوبينغ لا خروج لا حتى شي حاجه، لا مولات. اليوم غادي ندوزوه بين الدار وبين بعض التمارين الرياضيه خارج المنزل، وايضا غادي نشارككم وجبه الافطار ووجبه الغداء اللي حضرت هذا النهار. دابا يلا فقط غادي ندوز مباشره نوجد واحد القهوه لراجلي باش يقاد بها المزاج، ومن بعد غادي نبدا معكم التحضير ديال وجبه الافطار. وغادي ندوز اول حاجه كيف قلت القهوه العربيه. كيشتو عندي الماء سخون قياس الفنجان، قياس ديال السكر، ثم معلقه صغيره ديال القهوه العربيه. تنحاولوا نخلطوهم هي بشويه، ما تحركوش بزاف، هذا مهم باش تجي القهوه فيها داك الوجه. وتنخليوها على نار مهيله وتنبقاو مقابلينها، اهم حاجه. كي تشوفوها كم تبدا دير ديك الغيوه في الجناب، صافي راها وجدات، ما خصهاش تفيض، لان هذا الوجه هو اهم حاجه. الا فاضت ما تتبقاش فيها الوجه. صافي عطيت الراجل القهوه ديالو، توجد الفطور. غادي نوجد في الاول واحد لومليت للدراري. تشوفوا خديت البيض، غادي ندير فيه شويه الملحه، الا بغيتو ديروا حتى البزار ممكن ديروه، وغادي نطربو مزيان وغادي ندوز نديرو. الفكره ديالو هو اومليت عادي، ولكن تيدار بالخبز ديال التورتيلا، وتيجي في التقديم على شكل بيتزا بالنسبه للناس اللي وليداتهم شويه في الماكله ما تيبغيوش ياكلوا كلشي. فالمهم هذا هو الفكره ديال هاد الاومليت، ساهل وتيجي زوون في المنظر، زعما ما تياخذش وقت كبير. هنا درت البيض، غادي يتقلى، ثم غادي ندير عليه الخبز ديال التورتيلا كيف شفتوه، ثم تنقلبوه باش يجي الخبز لتحت ويتحمر واحد شويه. هنا ممكن نديرو فوق البيض الفرماج الموتزاريلا محكوك، عاد نديرو التورتيلا، تيجي رائع. ولكن انا بالنسبه ليا الدراري ما تيبغيوليش الطعم ديال الفرماج يكون وسط البيض. وغادي ندوز نوجد، هادو ماشي واجدين خير، غادي نخبزهم. هذا بحال الملوي ديال باكستان، فطائر باكستانيه زوينه، دايره بحال الملوي ديالنا، غير هي رقيقه وخفيفه، فتتسعف هكا الا كان الانسان ما موجد شي حاجه الصباح، فممكن يستعن بها. كي تشوفوا هاد الباك هذا فيه خمسه، فهذا هو الشكل ديالو. كي تشوفوا من اللور كيفاش مخدومه، ملويه بحال الشكل ديال الملوي ديال المغرب او المسمن. فهي عجينه تتجي خضراء، وكل وحده مغلفه بالبلاستيك من جوج جهات باش شي ما يلصقش، فتتجبدوها مباشره وتتخبزوها. كي شفتو انا ما نديرهاش في المقله الصغيره، فباش ما نضيعش الوقت بزاف، درتها في المقله الكهربائيه. تنديروا شويه ديال الزيت، ممكن الا ما بغيناش نديروا الزيت، ولكن تتقرمش دغيا حيت اصلا رقيقه، فالزيت شويه تيرطبها. فتنديروا الزيت وتنخبزوها عادي بحال غادي نخبزوا الملوي ديالنا، هي ما تاخذش وقت كبير في الطياب كيف قلت، لانها رقيقه. وهذا هو الشكل ديالها، تنبقاو نقلبوها على الوجوه بجوج، راه تبقى تتنفخ واحد شويه وصافي. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، ما كنتش وريته لكم، فتجي هكا عليها البلاستيك من جوج وجوه وصافي، دغيا وجدوا دغيا تخبزوا. فهذا تتفك الامور دغيا الصباح الا ما الانسان فاق، ماشي عاد غيعجنوا هادي. وغادي نرجع لهاد لوملات ديالي، غادي نقطعوا على هاد الشكل، ثم غادي نفكو. في نفس الوقت كي تشوفوا وجد شويه الزبده، الزيتون، كونفيتور، الحاجات اللي تيكونوا في الفطور دائما. وهذا هو البيض والتورتيلا، هاد الاومليت بالتورتيلا درته بهذا الشكل بحال شكل البيتزا باش الوليدات تيعجبهم. غندير شويه ديال المعدنوس للتزيين، ما كثرتش لان ما تيبغيوهش، ولانني ما درتش فيه الموتزاريلا لداخل، فغنحاول نحط طريفات ديال الشيدر مع كل قطعه، على الله زعما ياكلوه لي هكايا. اما الا درتو فيه الموتزاريلا لداخل راه تيجي رائع وتيجي تيتعلق. غادي ندوز نوجد شويه ديال الفرماج، شويه ديال الخضره هكا، والديسير اللي تاهما تيجيو في الفطور صحيين وزوينين. فكي تشوفوا درت شويه ديال لي طوماط سيغيز، شويه ديال الخيار، عندي هنا الموتزاريلا فريش، هذه سبق لي تيشاركتها معكم، تنجيبها من كاسكو، زوينه تجي على شكل شرائح. فهذه قطعتها وغادي ندير عليها شويه ديال
الريحان تتمشى او الحبق فهي تتمشى بشكل كبير مع المذاق ديال الحبق. وعندي هنايا الوايت تشيز حتى هو اللي شاركته معكم مؤخرا جبته من ريستورون ديبو فتا هو غادي ندير بعض الشرائح منه. وزينت بشويه ديال المشمش مجفف وصافي. هنايا رجعت لهاد الفطائر ديالي فغادي نقدمها مع العسل، ممكن تقدموها مع الفرماج، ممكن اللي بغيتو، فانا تتعجبني بزاف مع العسل الابيض. وكان هذا هو الشكل ديالها. اخيرا غادي ندير شويه ديال الخبز اللي بغاه مع الفرماج او مع الكونفيتور، درتو في هاد السليلات هادو تيجيو زوينين في التقديم. ثم غادي نوجد الشاي، درت جوج المعالق ديال الشاي التركي هنايا في هاد البريق اللي سبق لي شاركته معكم ايضا، كنت خديته من بانكود او كان في واحد التعاون مع موقع بانكود. وصافي تنديروا عليه الماء غليان مزيان وتنحركوه وتنخليوه يطلق وصافي. تنضن هكا وجدنا كل شيء وغادي ندوزوا لمائدة الافطار. وكان هذا هو الفطور ديالنا. كي شفتوا الدراري درت لهم كويسات ديال الحليب، زدت لهم واحد شويه الكوكيز في الطبيصلات ديالهم، والشيء الاخر راني شاركته معكم كامل. يعني كل شيء ساهل، ماشي صراحه شي حاجه اللي صعيبه دغيا دغيا وجد، ولكن يعني في حاجات صحيين وتعطيو ايضا منظر جميل خصوصا في الويكاند. راكم عارفين تقريبا الايام الوحيده اللي تنتشبعوا فيها على طاوله الافطار. من بعد ما فطرنا جمعت الطبله دغيا، رجعت كل حاجه اللي كنت جابده لبلاصتها. بغيت نشارك معكم داك الزيتون الكحل اللي شفتو، فهو هذا ماركه تركيه. بالنسبه للزبده فانا واخده زبده لورباكس بقى اللي قلت لكم عليها، الجبنه ديال جرينلاند، وهذه سيره هاد المربى ديال تركيا ايضا غزاله بزاف. الا صادفتوها غير شريوها. وغادي ندير الحويجات او المعنات ديالي في الماكينه كاملين نجمعهم، ما كانش عندي شي شغالات بزاف، جمعت الماكينه ودرتها تخدم. كان عندي ديجا فيها حويجات من الليله اللي قبل، معنات تنقول حويجات. فالمهم درت كل شيء تغسل. غادي ندوز نبدا مع الدراري القرايه اللي تنقريهم شويه في الصباح. فاول حاجه تنطلق هاد الغلاف البلاستيك او هاد ميكات الطبله، تنطلقها لان تيبقاو يخبشوا لي في الطبله بالاقلام، وهادي راكم عارفين العود دغيا تيتكرفص، فتنغطيها وعاد تندوزو نبداو الحصه الصباحيه اللي بزاف الاخوات قالوا لي شاركي معنا البروغرام اللي دايره لكم. فان شاء الله غادي نحاول في الروتينات نبقى كل مره نشارك معكم فكره من الافكار اللي دايره لهم. فكما تتشوفوا شاريه لهم الكتبه ديالهم، دايرهم لهم في المحفظات، فيعني عايشين الجو ديال المدرسه. فاش تيبغوا يقراو تنقول لهم سكول تايم، تيجيبوا المحفظات ديالهم كانهم فعلا في المدرسه وتيبداو يقراو. بالنسبه للكتبه اللي شاريه لهم، فديجا كنت شاريه لهم كتبه وتسالاو، هادو راه عاد شي 3 ايام باش بدينا عاوتاني هادو جداد. فهاد الكتبه تنشريهم من دولار ستور، غير رخاص يعني ماشي غاليين، بدولار الواحد، وفيهم بزاف ديال التخصصات. فهنايا خديت لهم ديال الليترز وديال الرايتين، وخديت لهم هذا ديال النمبرز وديال الكاونتين. فالمهم نحاولوا نوعوا لهم. ثم خديت لهم هذا ديال الكالرز، تشوفوا الاشكال والالوان. وخديت لهم تايم اند ماني، حتى هو ديال الكاونتين، تيتعلموا فيهم الحساب. فكل واحد تندير لهم فيه درس كامل، يعني صفحه ولا جوج تنخدموها في كل كتاب من هادو، يعني تنديروا صفحه ولا جوج ديال الكتابه والحروف، عاود صفحه ولا جوج ديال الارقام، حتى تندوزوا دوك الكتوبه كاملين عاد باش تنكونوا كملنا الحصه ديالنا. واخر حاجه تنعطيهم الكتوبه ديال الكالرين، فتيلونوا فيهم، تيفرحوا بها بزاف، فتيكونوا متشوقين فوقاش يكملوا كاع الاكزرسايزز اللي عندهم باش يديروا الكالرين. فهذا هو البروغرام تقريبا اللي دايره لهم كل صباح. تنحاول دائما واحد الساعه ولا ساعه ونص هكايا مور الفطور
تنخليهم يكتبوا فيها شويه ويديروا التمارين والحلول يتعرفوا على الحاجات. والحمد لله تنحس انهم غاديين مزيان يعني عاد تيتعلم. كنت تشوفوا حمتي رايتي زروت ولكن كنت يكتب بالنقيطات تندير له دوك النقيطات، دابا ما بقيتش ندير له النقيطات فتنخليه يكتب بوحده. فشويه مازال ما تيجيبهاش مقاده ولكن الحمد لله يعني بدات يكتب على السطر. وباش نشجعهم فكي تشوفوا دايره في الثلاجه هاد البلاصه هادي اللي فيها اسماءهم بجوج، واللي دار التمرين مزيان تندير له ستيكر، واللي خدا ستيكرز بزاف في الاخر تنشري لهم شي حاجه، وهكا تيكون بيناتهم واحد المنافسه. ايضا بغيت نشارك معكم البرنامج ديال المكتبه. البنات اللي سولوني ايضا البرامج اللي يديروا لاولادهم، شوفوا اقرب مكتبه لكم وجيبوا البرنامج ديالها وعلقوه، وبقاو تتمشيو للانشطه والاكتيفيتيز اللي تيديروا والايفنتس. فدائما عندهم انشطه وكلها بالمجان، عندهم ستوري تايم، عندهم زعما بزاف د الحاجات في اللايبراري اللي يقدروا يستافدوا منها الوليدات ديالكم. ودابا كيف قلت لكم الدراري درت معاهم التمارين، اغلب التمارين وصلوا دابا للكالورين فتيلونوا، فنطت من حداهم لان قبل ما تنبغيش نخليهم بوحدهم اللي يخرمزوا الكتوبه. فدابا خليتهم غير تيلونوا، غنطلع نجيب لهم الجويكطات ديالهم والطرابش، وهادي غادي نخرجوا نديروا شويه ديال رياضه المشي. كاين واحد التريل هنايا في الظهر ديال دارنا، ما عرفتش واش سبق لي صورت لكم فيه، المهم ما تنظنش سبق لي صورت فيه. زويون فيه كيلومترات يعني طويل، تيربط تقريبا شي 6 ديال المدن، فيه تيتمشاو الناس وفيه اللي تيمارسوا الرياضه ديال ركوب العجلات الهوائيه اللي تيكونوا تيديروا هذه الرياضه حتى هما تيدوزوا من تما. فغالبا السبت ولا الحد او السبت والحد على حسب تنخرجوا، تيكون راجل كاين فتنخرجوا نتمشاو شويه. خليوني نهضر، ها لون لون وسكت. فتنخرجوا نتمشاو شويه، فدابا غادي نخرجكم معايا وغادي نخرجوا باش نديروا رياضه المشي. وحنا خرجنا تنتمشى ولبست جاكيطه حيت كان البرد. كتشوفوا درت نظاظر، واخا في الصباح كانت مازال ما كايناش الشمس الحال مغيم، ولكن درت نظاظر لان عندي واحد العين اللي لاحظته في التصوير، عيني اليسرى راه شويه مسدوده لي، فجاتني فيها بحال حساسيه وصبحت تاكلني وتنحكات، بقيت نحكات تبقات تتصغر تتصغر، فدرت لها شويه مورد ولكن دابا الحمد لله راها مزيان. وهذا هو التريل اللي قلت لكم عليه، كتشوفوا طويل وتتقاي انت غاده وتتلقاي واحد العلامه التشويريه في الطريق اللي تتقول لك شحال من كيلومتر مشيتي او شحال من مايل مشيتي، فتتقاي غاده وتتحسبي. وزوين يعني مجهز فيه كل شيء، فيه اماكن للاستراحه كل مسافه، فيه اماكن فين تشربي الماء كل مسافه، فيعني زوين. واهم حاجه ان ما فيهش طوموبيلات، هو فقط للمشي، ولكن تيدوزوا فيه كيف قلت الدراجات الهوائية. هنا وصلنا لهاد البارتي هادي، غادي ندوزوا فوق واحد القنطرة. هاد القنطرة دايزة على واحد الهايوي او بحال شكل تلوتوروت، طريق سريع او طريق سيار، فغادي ندوزو جايداك التريل دايز فوق منه وصافي. يعني مشينا مسافه وعاوتاني رجعنا في حالتنا للدار، وغادي نرجعكم معايا نتوما للدار باش نكملوا الفيديو. ورجعت مباشره يا للياتي، بديت في تحضير الغداء. الغداء تا هو خفيف وسهل وبسيط، ديجا عندي الدجاج متبلاه ليلة قبل، فغير غادي نشويه. غادي ندير السلطه، هاد الشلاضه سبقت هي شاركتها معكم ساهله، غير انا شاركتها معكم بالجبنه يمكن ديال الشيدر، هاد المره دايراها بالفريش موتزاريلا، فهي لي طوماط سوغيز ولافوكا والموتزاريلا، الملحة، البزار، شويه ديال الخل. بالنسبه ليا تنبغي نزيد شويه ديال البصله رقيقه، تنشلض هكا شويه ديال البصله. الناس اللي ما بغاوش البصله ممكن يستغناو عليها، فكي تشوفوا انا غادي نزيد شويه ديال البصله وصافي. هذه هي الشليضه ديالي، هاد الشليضه هي عندي معتمده وتتعجبني بزاف، لا انا لا راجلي، فداك الشيء علاش تنديرها بزاف. فهاد الوقت اللي وجدت السلطه كنت مخليه بطاطا دغيا تتسلق، مور ما كملتش الشلاضه لقيت البطاطا ديالي تسلقات، قشرتها معستها شويه بالفرشيطه، زدت عليها الزبده
وزدت عليها الحليب كيف ما تتشوفوا. طبعا على حسب كي بغيتوها، الا بغيتوها خفيفه تديروا كميه كبيره الحليب، بغيتوها شويه ثقيله فقللوا الحليب. انا بغيتها ثقيله شويه لانني نقدمها في نفس الطبق مع الدجاج مشوي. درت الملحه، درت البزار، ودرت شويه ديال الجوزه، خليتها تطيب فوق العافيه. وهذا هو كان الشكل ديالها كي تشوفوها هي تتهز ما تتلصقش، فانا هكا بغيتها لانني بغيت نغرفها كيف قلت في نفس الطبق، ما تسيحليش تبقى شاده بلاصتها. صافي هكا القوام اللي انا باغا غادي نطفي عليها. دست طلعت الدجاج من الثلاجه، درته الليله قبل لان الدجاج مشوي يعني احسن حاجه هو انه يدار ليله قبل ويتبل. هاد التتبيله سبق لي شاركتها معكم وغادي نخليها لكم دابا في صندوق الوصف للناس اللي مازال ما جربوها. واغلب الاخوات اللي شافوها عندي في القناه وجربوها خلاو لي تعليقات انها رائعه. نتمنى ان شاء الله انتم اللي مازال ما جربتوها تعجبكم. صافي كيف ديما تنقول لكم، انا ما تندخلش في سوق الشوا صراحه، ما تنعرفش اصلا نشعل الفاخر، ما تنعرفش سبحان الله نحمي وداك الشيء. فالشوا دائما راجلي هو اللي تيتكلف به، يعني هو اللي تيزند الفاخر وداك الشيء، وهو اللي تيشوي. يعني انا نتبل، ندير شلاضه، ندير كل شيء، ولكن سبحان الله الشوا ما تنعرفلوش. وصافي هو راه مقابل تيبقى عاطيه الكانع على كاع الجهات تيدخلوا الطياب. فهذا هو الدجاج، هو تيتشوى. نصور لكم شويه هنايا الجو، لان في الصباح فاش خرجنا نتمشاو كي شفتوا كان الجو مازال مغيم. هنايا مع ديك الجوج تقريبا هادي ولا شي جوج ونص تقرب يتسالى النهار، عاد تفاجات الدنيا خرجت شويه واحد الشميسه وصفات السماء. وليني سي دوماج، يعني صافي راه 3 ونص 4 عاوتاني غادي يطيح الظلام، فتفاجات معطله الجردة اللي تحت كي تشوفوا راه حالتها. وصافي من بعد ما وجد الدجاج ديالنا فقدمته، غادي نصور لكم غير هنايا ما صورتش فوق الطبلة. فهذه هي هاد الماتشيت بوتيتو كي تشوفوا، او لابيغي كي جات دات فيها طريف د الزبدة. الناس اللي تديروا الريجيم ما يديروش الزبدة. الدجاج مشوي هو هذا، وشوية ديال العصير ديال المانجو، والسلطة ديالي هي هذه. هذا هو الغديوة ديالنا، ساهل ماهل. ومن بعد ما تغدينا الحمد لله فخرج درت واحد شوية ديال الماء يغلى فوق داك الفحم، عاتي تيكون مازال داك الفاخر سخون، تندير فوق منه الماء يغلى باش نصاوب لراجلي واحد كويس ديال الشاي مور الغدا ضروري. ومن بعد غادي نجمع الحويجات وداك الشيء والصاك ديالنا، فغادي نمشيو للسويمين بول او لابيسين. فالدراري اليوم غادي نديرو لهم السباحة، تنعلمهم شوية. فحمدي الحمد لله وصلت معاه المراحل متقدمة يعني في العومان، جانا شويه مازال تتخاف، ولكن انا غاده معاهم. كتعرفوا هنايا الدروس ديال السباحه غاليه باش تدخليهم وتعلموهم في هذا السن فقط الابجديات، او يلا كيديروا يستانسوا بالماء، كيديروا يوقفوا فوق الماء، فاشياء اللي ممكن صراحه نعلموها لهم بنفسنا وبلا ما نخلصوا ديك الميزانيه الكبيره. هذا علاش تنحاول نعلم الدراري انايا السباحه بوحدي، وتندير لهم حصص تنحاول نلتزم بها باش ان شاء الله يتعلموا السباحه، لانها كيف كسبق اني شاركت معكم من الهوايات ديالي. ونتمنى ان شاء الله ولادي يمشيو فيها بعيد ويكونوا ابطال، علاش لا. وكي تتشوفوا هذا هو لابيسين، ودوزنا وقيت زوين صراحه، دوزنا العشيه كامله تما تقريبا حتى للسبعة ولا السبعة والزياده. عاد خرجنا من لابيسين بعد ما غسلنا تما وكل شيء.
فهذا هو الملخص ديال هاد العشيه اللي دوزناها كلها غير وسط الماء. البيسين زوين ونقيقي، فيه الجاكوزي، فيه هنايا هاد الجهه ديال الواتر بارك بالنسبه للدراري الصغار. فالحمد لله يعني استمتعوا ودوزوا وقيد زوين، وحتى حنا دوزنا معاهم وقيد زوين. ومن بعد صافي خرجنا، من بعد ما كي قلت غسلنا خرجنا لقينا البرد ولقينا الظلام طاح والجو تبدل، يعني دخلنا خلينا الشميسة خرجنا لقينا الموت ديال البرد والظلام طاح، فمشينا مباشرة. بنات من بعد ما رجعنا من البيسين عطيت للدراري كلاو شوية ديال ديك بطاطا كانت بقات من الغداء، وانا صوبت لينا غير هاد غد الشوربه راني سبق لي شاركتها معاكم. السميده هذه السميده ديال الشعير بالحليب عاديه، غير انا تندير فيها حبه الرشاد وحبه حلاوه والنافع تنديرهم. كاين اللي تيبغي ينسم بالقرفه، وعاودي الا بغيتو ديروا هكا بنسمات النافع وحبه حلاوه وحبه الرشاد. صافي دابا طابت، غير نزيد لها الحليب غادي نطفي عليها. وسلقت واحد البيضات وهذا هو العشاء ديالنا، ولكن نزيد عليها الحليب ونخليها وغنطلع دابا الدراري نعسهم. اصلا جايين عيانين، غنطلع نقرا لهم واحد القصه ونعسهم عاد نهبط نتعشى. وهكذا تسالى النهار ديالنا وتسالى ايضا معاه الفيديو. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى يكون لقى الاستحسان ديالكم، ونتمنى تكون الفكره منه وصلت انه ممكن تكون عندنا روتينات مختلفه، ماشي دائما فيها التسوق، ماشي دائما فيها الشوبينغ، ماشي دائما فيها الخروج بزاف. فممكن فقط كيف شفتوا شويه ديال التمارين الرياضيه، شويه ديال الوقت مع العائله، ايضا تيكون عنده نكهه خاصه وتيكون ممتع وتندوزوا وقيت زويون عائلي وحميمي. الى اللقاء فيديوهات مقبله ان شاء الله، وكيف نقول دائما أحبكم في الله. مع السلامة.